السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي نبهان من الهيئة الطلابية في غازي عنتاب، مسؤول لجنة المعلومات. بهذا الفيديو راح نحكي عن شروط المنحة الهولندية وكيفية التسجيل عليها. طبعا المنحة امبارحة فتحت لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في غازي عنتاب. هلا اهم الشروط اللي بتنص عليها المنحه انه على المتقدم ان يكون سوري الجنسيه، على المتقدم ان يكون مقبول في جامعه غازي عنتاب. وطبعا المنحه فقط بتخص طلاب القسمين الانجليزي والتركي، وعلى المتقدم ان لا يكون حاصل على منحه دراسيه من جهه ثانيه. هلا الاوراق اللي حتلزمنا هون للمنحه ليكون بآخر الشيء الكملك أو جواز السفر، بالإضافة لوثيقة اللغة. تمام، وفي عنا كمان درجة العلامات، كشف العلامات للطلاب. هلأ أول ملاحظة بالنسبة للطلاب اللي داخلين بالمعافيات تبع غازي عنتاب، تمام، بإمكانهم مراجعة مركز اللغة كرمال ياخذوا وثيقة ويضيفوها لل سيستم. هلا هاي الشروط بشكل عام. الشيء الثاني بالنسبة للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية بإمكانهم التقديم، ولكن بشرط يكون عندهم جواز سفر سوري ويكون فيه مدة، يعني فيه صلاحية. بعد ما نسجل ونعبي الطلب الباشورو، يعني منروح بعدين على الجامعة على مكتب اسمه سوريا بورس بروجرام ديستيك اوفيس، وبنسلم فيه. تمام، يا اما كشف العلامات بحال كنا بسنة اولى ثانية الى اخره، او بنسلم وثيقة الطالب اذا كنا طلاب تحضيري. هي نقطة. النقطة الثانية كمان بالنسبة لطلاب التحضيري اللغة التركية للاسف ما فيهم يسجلوا، بالنسبة لطلاب اللغة الانجليزية التحضيرية فبامكانهم يسجلوا. هاي جميع المعلومات وجميع الملاحظات يلي بتهم الطالب. هلا بنروح لكيفية التسجيل. طبعا الشروط اللي حكيت انا مذكورة بالتركي وبالانجليزي، يلي حابب يقرأها تمام مع الاوراق والى اخره. طبعا العنوان المكتب رح روح عليه، هذا هو عنوانه تمام للمكتب. طبعا هلا هون كمان هي نفسه العنوان، وهي اسمه هي هون اسمه للمكتب تمام، وهي ارقام التواصل والى اخره. هلا اول قسم راح نعبيه، اول شيء راح نعبي كشي سالب الجلر، الكنيه للخرط. اول شيء بنحط الكنيه، بعدين الاسم ذكر او انثى تمام، بعدين المرحله اللي عم ندرسها ليسانس ماستر يكسك ليسانس دكتوراه الى اخره، بعدين رقم الطالب يعني الاوريجين مدرسه، بعدين هون نختار فرعنا تمام شو عم ندرس. اذا فرعنا مو مكتوب هون نختار كلمة اخرى رقم 89. بعدين بيسألنا انتو كنجو راتم ولا لا، ات او هايب. بعدين نحن جينا من جامعة لجامعة تانية على عنتاب، ات او هاير. نحن شي طلاب هازر لك انجليزي، ات او هاير. بعدين هون كشي سالبي جلاري، كمان هو القسم الثاني منه. المواليد، تاريخ الولادة بأي دولة، بأي مدينة ولدنا، الجنسية سوري أو إلى سوري طبعا حيكون، الإيميل، رقم الهاتف. هلا هون أكاديميك قشمش، هون نحط ليسا، وبعدين الدولة الكل ماضي الشهير وإلكا، بنحط هون المعلومات تبعت الدراسة تبعتنا. بعدين هون تاريخ البداية، طبعا مثلا على سبيل المثال هون مثلا غازي عنتاب بس غازي عنتاب تركيا، التاريخ البداية بنحطه، تاريخ النهاية المتوقع، الطبلام الدراسة تبعتنا كم سنة. بعدين هون طبعا هلا هون عم بيحكي عن تمام هون عن الليسا من الثانوية، بعدين تحت الليسانس عم يحكي عنا، بعدين هون عن اليوكسيك ليسانس المعلومات تبعت اليوكسيك ليسانس، بعدين المعلومات عن الدكتوراه. هلا بس ملاحظة، هلا بالنسبة أنا للتسجيل ما حضرته مباشرة، يعني عم شوف المعلومات وسجل، لهيك يعني عم أخذ شوية وقت. هلا هون بنعبي أول شيء معلومات الثانوية تمام لعند هون، بعدين معلومات الجامعة لعند هون،
تمام. بعدين اذا كنا نحن ليسانس فبنكتفي لهون، اذا كنا دراسات عليا فبنعبي هون حسب نحن الشيء عليه. هلا بعد ما نعبي بنروح لهون بالنسبه لتجربه عمليات التطوع الى اخره، بنعبيهم هون، اسم الشركه، تاريخ الانضمام، تاريخ الانتهاء، الوظيفه، اذا كان في اكثر من جهه فبنحط اكثر من جهه، في عندنا كوروم بير، كوروم اكي، كوروم اوتش. بعدين هلا هون شو اسمه، بنجي لرسائل الدوافع المتعارف عليها. تمام، عندنا سؤالين. تمام، السؤال الاول ينص على متى وكيف قررت القدوم الى تركيا ومواصله تعليمك، وكيف تعتقد أن التعليم الجامعي سوف يساعدك في تحقيق توقعاتك المستقبلية؟ طبعا هون كل سؤال موجود في قسم إنجليزي وقسم تركي، قسم ترك إنجليزي قسم تركي، فبإمكانكم التعمق بالأسئلة أكثر. السؤال الثاني، كيف تصف المشكلة الاجتماعية الأكثر أهمية التي تتعلق بمجتمعك؟ هل يمكنك ذكر أفكارك ودوافعك للتغلب على هذه المشكلة فيما يتعلق بمهاراتك ودراستك؟ طبعا رح تكتبوا هون تركي أو إنجليزي. هلا هون بعدين عنا معلومات العائلة هون، طبعا كل شيء معلومات حتذكروها كلها لازم تكون حديثة هون. هلا هون السؤال عم قلنا انه لازم نجاوب على المعلومات بشكل دقيق. هلا هون عم يسالنا انه نحن وين مقيمين، ببيت مع العائله او مع الاقرباء، مع الاصدقاء لوحده، او بيورت للطلاب، او بالمخيم. بعدين هون عم يسالنا عنوان اقامتنا، بعدين هون عنوان اقامه الاهل، بعدين هون بالعنوان قديش كم شخص مقيم فيه، بعدين هون الوضع المدني للشخص، متزوج، اعزاب والى اخره، واذا كان بنت مثلا فعنده اولاد او لا، قديش عدد الاولاد. بعدين هون مين اللي عم يصرف على العائله، تمام، الاب، الام، الاخوه، الاخوات، الاقرباء، او الشخص بذاته، قديش دخل العائله شهريا على ما اعتقد لازم يكون. بعدين هون الاشياء اللي بيحتاجها الطالب، مين اللي بيدفع، انه الاهل بتدفع شيء ولا لا، ايفت او هاير، عمر الاب، شو بيشتغل الاب، عدد الخوات كم وحدة، عدد الأخوة كم واحد، عدد الأخوة اللي بيروحوا على المدرسة كم واحد، عدد الأخوة اللي عم يشتغلوا، عدد الأخوة المتزوجين. هون مثلا عم تشتغلوا شي عمل مأجور، إيفت أو هاير. بعدين هون في شي إعاقة لا سمح الله، أو في شي خاص بيلزمكم أو شي أو هيك، ابت او هاير، واذا في عندكم شي حالة خاصة او شي بامكانكم توضحوها هون. هون عم يقول عم تاخذوا من شي شركة او مؤسسة او الى اخره دعم، ابت او هاير، بامكانكم هون توضحوا. تمام، هلا هون بنحمل جواز السفر، بنحمل وثيقة التومر او وثيقة اللغة الانجليزية المعافيات، وهون بنحمل درجة العلامات، كشف العلامات، ترانسكريبت، بعدين هون نعطي صح صح، نعطي بيت. هلا لهون بيكون انتهى التسجيل بالمنحة، وما ننسى ابدا ابدا انه نروح على المكتب اللي ذكرته بالنسبة لتقديم ورقة اورانجي بيرجس، اللي ما دخلوا على السنوات الدراسية، او اللي دخلوا على السنوات الدراسية بيقدموا ترانسكريبت اللي هو كشف الدرجات. بعتذر كتير طولت عليكم، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النبهان.